مرحبا يا صغار، كيف حالكم؟ هل أنتم جاهزون للنشاط الجديد؟ هيا بنا لنبدأ. نشاطنا اليوم عنوانه القصة. هيا يا صغار لنبدأ بالنشاط. لتنفيذ هذا النشاط ستحتاجون إلى السماعة. هيا يا صغاري، اجلسوا جلسة صحيحة في مكان هادئ وشاهدوا الفيديو حتى النهاية. صباح الخير يا صغاري، كيف حالكم؟ صباح الخير يا معلمتي، نحن بخير والحمد لله. اليوم يا صغار سنتعرف على كتاب القصة. هل تذكرون قصة الدجاجة الطيبة والثعلب المحتال؟ نعم يا معلمتي، نذكرها. سنختار الكتاب الخاص بهذه القصة. من أين نحضره؟ نحضر الكتاب من المكتبة. نعم، نحضر القصة من المكتبة. هيا لنبحث عنها. سأبحث الآن عن القصة. ها هي القصة، لقد وجدتها. الدجاجة الطيبة والثعلب المحتال. هيا يا صغار لنستمع جيدا إلى جزء بسيط من هذه القصة. يحكى أن دجاجة صغيرة كانت تعيش وحدها في مزرعة صغيرة زرعت فيها شعيرا وقمحا. أخذت ترعى زرعها وتأكل منه، وكان يعيش على مقربة منها الثعلب المحتال وأمه الثعلبة. وفي يوم من الأيام قالت الأم لابنها: ألم تجد يا بني أنه حان الوقت لكي تذهب وتصيد لنا هذه الدجاجة؟ انظر إليها فقد كبرت ولا ينقص سوى أن نأكلها اليوم على العشاء. يم يم يم، إنها لذيذة. حسنا يا أمي، إنها فكرة جيدة، ولكن كيف سأصيدها؟ ألديك حيلة؟ سمعت البومة ما اتفق عليه الشريران، فطارت سريعا لتحذر الدجاجة. شكرا لك أيتها البومة، لابد أن أسرع وأبني بيتا قويا أحتمي به من الثعلب المحتال. شكرا لك مرة ثانية، إلى اللقاء. الآن يا صغار انظروا جيدا، هذا هو غلاف القصة من الخارج. إذا القصة من الخارج نسميها غلاف. هذا هو الغلاف. انظروا يا صغار، على غلاف القصة يوجد كلمات، وماذا أيضا؟ وصور. حسنا يا أطفال، ما هي الصور الموجودة على الغلاف؟ دجاجة، ثعلب، شجرة، وشمس. الآن يا صغار أخبروني، ما هو عنوان القصة؟ عنوان القصة هو الدجاجة الطيبة والثعلب المحتال. من هي الشخصيات الرئيسية الموجودة في القصة؟ الشخصيات الرئيسية هي الدجاجة الطيبة والثعلب المحتال. عندما نريد أن نتصفح القصة نتصفحها من الشمال إلى اليمين، من الشمال إلى اليمين. انظروا يا صغار، في القصة يوجد صفحات كثيرة، والصفحات عبارة عن أوراق. الآن يا صغار سوف أطرح عليكم مجموعة من الأسئلة،
أفكر ثم أجيب. ماذا يوجد لكل قصة من الخارج؟ لكل قصة يوجد غلاف، أحسنتم. بأي اتجاه نقلب صفحات القصة؟ فكروا. نقلب صفحات القصة من الشمال إلى اليمين، أحسنتم يا أبطال. أخيراً، ماذا يوجد في القصة من الداخل؟ في القصة يوجد صفحات كثيرة، ممتاز. الآن يا صغار، سوف نقوم بنشاط بسيط. أولاً، نحضر قصة صغيرة. تقرأ لي أمي هذه القصة، بعدها تسألني مجموعة من الأسئلة عن عنوان القصة، شخصيات القصة، والغلاف، والصور الموجودة، ثم أقوم بتصفح الكتاب بالطريقة الصحيحة. تعلمنا اليوم القصة وكيفية تصفحها، وسنتدرب أكثر من خلال قراءة قصة مع ماما وتصفحها بطريقة صحيحة. أنتظر أعمالكم يا صغار، إلى اللقاء.